هنا الأخت أم سلمان تقول أنا يعني ذهبت للعمرة مع أخت زوجي ومعها ابنها، تقول الجميع في هذه الحملة معهم محارم إلا أنا ذهبت معهم، فهل العمرة صحيحة؟ أسأل الله أن يعفو عنها وأن يتجاوز، لأن النصوص قد دلت على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فدل هذا على أنه لابد من المحرم في سفر الحج أو العمرة، ولا يكفي وجود الرفقة المأمونة، ولا يكفي أن تذهب مع نسوة معها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في ذلك كله. وبما أن العمرة تمت، نقول لو أن الإنسان كان راغبا في أداء العمرة ثم تركها طاعة لله رجاء ثوابه، فإنه يكون حينئذ قد نال أجر العمرة لكونه قد قصدها ونواها وبذل الأسباب لها، ثم لم يمكن منها لأمر خارج عن قدرته وإرادته. وأرجو أن يقبل ما فعلته من العمرة. والإشكال هنا ليس في التصحيح للعمرة، وإنما الإشكال في كون الإنسان يقدم على فعل محرم وهو السفر بلا محرم، والسفر فعل خاص مستقل عن العمرة، بالتالي لا يؤثر على صحة العمرة. ولكن على الإنسان الذي يقع منه مثل ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا نادما متأسفا على ما بدر منه. شيخنا، هل يجب على المحرم أن يذهب مع زوجته ومع موليته سواء بنته أو غيرها، أو لا يجب عليه؟ هناك مكارم أخلاق يحسن بالناس أن يراعوها، كون الزوج ينظر لحاجة زوجته، خصوصا إذا لم يكن عليه كلفة ولم يمنعه من أداء واجب آخر، فمشاركته لها في أداء النسك لا شك أنه من القربات والعبادات ومما يزداد به أجرها وأجره.